أنا بسام جمعة، أنا في أذربيجان وهذه باكو. أنا الآن سأذهب إلى محامي الأمم المتحدة لأراجعه. في عام 1996 بشهر الخامس هربت من سوريا، لم أغادر وإنما هربت من سوريا. زورت الموافقة الأمنية وختم الخروج و شعبة التجنيد، المهم زورت الأختام وهربت من سوريا لأني كنت مطلوب وما بعرف ليش. جيت على أذربيجان، وجواز سفري كان فيه مدة سنتين باقي. بخلال هالسنتين حاولت أنا يعني استفاد من الوقت، فتزوجت وعملت إقامة بأذربيجان. لما انتهى الباسبور تبعي حاولت اني جدده، اجى الرفض من السفارة لعدم ذكر الاسباب. شو السبب؟ ليش رفضته؟ شو سبب الرفض؟ قال ما بنعرف، اجى مع الرفض تجديد جواز سفرك من سوريا ولازم ترجع على سوريا. زورت مدة تاريخ الجواز السفر لمدة سنتين لقدام مدة الإقامة. عام 2002 ما عاد يصير يتزور، لجأت للأمم المتحدة. طبعا لحد الآن ما قبلتني من عام 2002. رحت أعمل جواز سفر جورجي مزور بغير اسم وبغير، هاي الكمبيوتر هون، هاي صورته للجواز سفر. وغادرت فيه لمدة تقريبا 7 سنوات. شوف الأختام على سوريا وعلى تركيا وعلى هاي إيران وهي دبي، دبي مطار دبي. 7 سنوات شوف، لبنان، الأردن، كلها. شوف قديش مسافر، شوف. وكلها اتخطى الحدود وأنا هاي أختام أذربيجان الدخول والخروج. غادر كل الحدود، وعلى أساس أنا ما بعرف حتى لغة عربية، بحكي بالإنجليزي وبحكي بالروسي وبحكي بالتركي، وهدول اللغات بعرفها. سنة شكراً. من عام 2002 لتاريخ اليوم أنا غير قانوني بأذربيجان. وأعتقد أنه في إذا مو عشرات الآلاف مثل وضعي. يعني تساءلت أنا بيني وبين نفسي بأحد الأيام يعني عن ليش الواحد بيروح بيتطوع بالمنظمات الإرهابية أو المنظمات الجهادية أو المنظمات أو انتحاري. يعني إنسان سدد بوجهه كل الطرق، ما عاد عنده آمال، ما عاد يعرف يعيش، تسكرت بيجو، فخلقوا له قضية، استغلوا وضعه، عرفوا وضعه، خلقوا له قضية وجروا. يعني أنا واحد من الناس من حوالي 6 سنوات اجوا علي الشيشانيين حاولوا يجروني على الشيشان، اجوني من باكستان حاولوا يجروني كمان معاهم، طبعا رفضت. يعني 16 سنة والله العظيم أنا يعني أحيانا أتفكر، أقف هيك أتفكر أقول أنا غير معترف فيني لا بأذربيجان ولا بسوريا ولا بالأمم المتحدة ولا ما في منظمة، ما في جهة معترف فيني. ليكون أنا جاي من الفضاء. اليوم أنا أملك بأذربيجان محل المكياجات والعطورات، أملك فان بحمل فيه بضاعة ودور فيه بالمدن، بوزع بضاعة مكياجات وعطورات، وأعمل وعندي شغيلة. ولكن السيارة على اسمي بوكالة من كاتب العدل، وأنا لا أملك أوراق قانونية وغير نظامي. شهادة السواقة تبعي سأريكم إياها. هذه السيارة
أقودها بموجب رخصة قيادة سورية دولية صادرة مني ومن الكمبيوتر والبرينتر، وأختمها أنا. هاي على البرينتر وعلى الكورل دراو. ما أردت أن أقوله باختصار، أنا لا أشكو إلا لله، ولست عالة ولا أحتاج لأي مساعدة، و16 عاما عشت وسأعيش. ليس هذا الهدف، وإنما الهدف يعني يحاربون الإرهاب. أمن له لقمة العيش، ضع له أملا هدفا في هذه الحياة. سبحان الله.